محمد سالم شرقاوي، مدير مكلف تسيير وكالة بيت مال حوش الشريف. زيارة أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد المجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم لمقر وكالة بيت مال القدس الشريف شكل فرصة للإطلاع على ما تقوم به لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لحماية المدينة ودعم مؤسساتها وأهلها في كل الظروف، في الشدائد كما في أيام الرخاء. طبعا استعرض السيد الأمين العام للاتحاد هذه الجهود بطريقة شكر وامتنان للمملكة المغربية على ما تقوم به، والوكالة طبعا في بهذه الفرصة أعلنت عن حزمة جديدة من مشاريع التنمية البشرية لفائدة جمعيات المرأة الفلسطينية في القدس، ومشروع عونة لدعم المزارعين في موسم قطاف الزيتون، ومشروع شتاء دافئ، مما يجسد استمرار عمل الوكالة رغم الظروف المحيطة بالمدينة المقدسة في هذه الأيام للأسف الشديد.